السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا أحلى متتبعين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان؟ كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة يا رب العالمين. وفيديو جديد في القناة تحت الطلب ديالكم، سلعة رائعة بأثمنة جد مناسبة، كنقول لكم بأثمنة هرس دق دق أثمنة ديال ولاد الشعب، تخفيضات مستمرة حتى يقولوا لي راسي عاد نوقفهم. المهم حاليا جبت لكم اثمنه اللي هي غزاله 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 ما شاء الله، ابتداء من 110 دراهم. غتاخدي عطر اللي غزال، عطر رجال ونساء. الناس اللي كيسولوا على العطور رجال ونساء. بالنسبه للمحل، الناس اللي جدادين في القناه، المحل كيتواجد في مدينه سلا، القريه حي البركات، سيكتور 4، زنقه سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10، محل عطور. وبالنسبه للتوصيل راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن المغربيه في امانه. الثمن ديال التوصيل 40 درهم، كتوصل لا كوموند حتى لعندك. كي خديتي حبه كي خديتي 10. نبداو على بركه الله. بعدا كاينه واحد الملاحظه غادي نقولها، ما عرفتش واش فوكون دري بنت. المهم كتبات لي ومسحتو حيت دوك التعليق ما كيعجبونيش يكون ما تعليق عندي اختي زوينين، بغيت يبقاو تعليق زوينين. ما كيعجبونيش دوك التعليق السلبيه، كيعجبوني التعليق الايجابيه. كتجيبي 4 ديال العطور وكديري عليهم فيديو ملي كنجيو نكومونديو ما كنلقاوش. تفرجي معايا اختي شوفي السلعه اللي كاينه وعاديك ساعات نكملوا الهضره. نبداو البنات على بركه الله. البنات اللي كانوا كيسولوا على يارا، ها هي اختي حيت ديجا تحت الفيديو. واحد الاخت مدينة اختي ما كتبقاش السلعه، السلعه اللي راه تنقول لكم راه ما تتبقاش. الا قلت لكم انا راه ما كتبقاش، راه ما كتبقاش. ها هي يارا اختي، ها هي يارا، ما دخلتش فيها غير كارطون واحد، داخلين فيها كراتن. عطيني حاجه اخرى عبد الرحمن، خلي هذه. البنات ملي تنقول لكم راه السلعه داخله، يعني راه السلعه داخله. ما كنبغيش نبقى نفتح الكراتن في هكايا في الفيديو، ولكن الا بغيتوا هذه القضيه نديرها معكم علاش لا. ها هي ملي كنقولوا عطر ديال عجيب، راه ماشي غير هذا الشيء اللي تنحط. ها انت اختي، ها هو عطر عجيب. عطينا عبد الرحمن كارطون واحد اخرى، غادي نوريكم. حيت واحد الاخت مسكينه قالت لك كتجيبي جوج ديال العطور، ما عرفناش واش حنا بنت ولا شي واحد داخل بشي كونط ماشي هو هذاك. كتجيبي جوج حبات وكديري عليهم فيديو. ها انت اختي، ها انت، ها انت اخويا، ها ها انت يا فزق ليا العوينات. عطيني حاجه اخرى غادي نوريك. مازال عطيتي كاينه سلعه ما شاء الله، سلعه غزاله ما شاء الله. وكيف ما تنقول لكم راح انا الكونطوار ما خصنيش نحط فيه بزاف، واحد الكونتيتي اللي كثيره باش ما كيهبطش. راكم عارفين كل شيء زاج. ها انت، ها هي عطر غاليتي، وماشي غير هادشي، راه ديجا حاطه هنايا باش غادي نصور لكم الفيديو، وديجا الكليات راهم محطوطين في الارض. سلعه رائعه باثمنه جد مناسبه، كنقول لكم باثمنه هرس دق دق. هادشي اللي وريتك شويه من داكشي اللي كاين، غير باش تكوني عارفه هادشي اللي وريتك اللي حليت معاك واحد النقيطه من داكشي اللي كاين. ما شاء الله السلعه كتدخل وكتخرج، كتدخل وكتخرج ما شاء الله. وراكم كتشوفوا ديما الجديد وفيديوهات، ماشي كنجبد لكم حبه 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 وكنصور لكم فيديو. يعني ملي كنحط السلعه راني كنحطها قدامي وكنشارك معكم. الكونطوار ديال الزاج ما غاديش يقدر يهز واحد الكونتيتي اللي كثيره، اما انا ما كرهتش نستف السلعه من مورايا وندير لكم فيديو محيح. وحتى على حساب المحل حيت ضيق، ماشي بحال كانت المساحه نستف السلعه في الارض وندير لكم فيديو ويدوز فيديو غزال. شوفوا اللي بغات شي حاجه مرحبا و100 الف مرحبا. الناس اللي كيجلسوا يومين ثلاث ايام عاد كيدفعوا كوموند، ملي كنقول لكم راه السلعه ما بقاتش، يعني انا ماشي ما بغيتش نبيع السلعه، راه السلعه ما كتبقاش. تبارك الله ما شاء الله السلعه دغيا تطير. والناس اللي كيجيو عندي المحل راه كيشوفوا بعويناتهم، والناس اللي كنصيفط ليهم راه ديجا عارفين شنو كيتقدا. وراه كاينه ما شاء الله اللي كتاخذ غير من الحبه زوج وثلاثه، يعني راه هاد الهضره اللي تنقول راه ما تنقولهاش من فراغ. راه ما شاء الله تبارك الله كاين واحد الاقبال اللي غزال ما شاء الله. شكرا بعدا على الحب ديالكم، شكرا على ناس بزاف كيتواصلوا معايا ملي كنثقوا فيك، كنعرفوا كيفاش دايره الخدمه ديالتك، التوصيل كيفاش داير. شوفوا شكرا 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 على الدعم ديالكم للقناه، وما نزيدش نطول عليكم اكثر من هكا. نبداو الفيديو على بركه الله. الى باقي ما درتيش لايك دير لايك، ولا باقي ما شاركتيش القناه اشتركي في القناه باش ديما يوصلك الجديد. نقربوا شي شويه الكاميرا ونبداو على بركه الله. نبداو البنات على بركه الله. بالنسبه لاول عطر غادي نشاركه معكم اللي هو اروماتيك روج،
كيف ما كتشوفوا والثمن ديالو 120 درهم البنات، 100 دابا 130، العطر ديال 130 رجعوا 120 115 حتى 110 درهم، العطر ديال 200 رجعوا 150، ديال 180 رجعوا 150، ديال 150 هبطوا ل 120 و 130. المهم اثمنه رائعه. ها هي اروماتيك غوج، الناس اللي كانوا كيسولوا عليها، عطر صيفي بامتياز من شركه ديال ميزو الهمبرا، فيها 100 ميل حاليا متوفره في المحل. اما بالنسبه للعطر ديال فلورال كيف ما كتشوفوا، كاينه هذه بلوم وكاينه هذه وكاينه حتى هذه الموطارد ديالها، ها هما راه متوفرين. واي عطر شاركت معكم غنخلي لكم البديل ديالو في الجنب، كاينين بثلاثه بهم، هذه قلبتها كاينين بثلاثه بهم، هذه حتى هي داخله باقي كاع ما استفتها كاع هنايا. المهم ها هما بثلاثه بهم حاليا متوفرين 120 درهم. بغيتي هذه، بغيتي الوسطانيه، بغيتي اللي في الجنب، بثلاثه بهم عطر صيفيه، بثلاثه بهم رائعه، وغنخلي لكم البدائل ديالهم هنايا في الجنب، والثمن ديالهم 120 درهم. ومن الداخل ها لومبالاج ديالهم، وها كيفاش كيجي البنات باش تكونوا عارفين، ها لومبالاج ديالهم طبق طبق العطر طبق الاصل، عطر لا في الثبات لا في الفواحل لا في الريحه لا في كل شيء، حتى في لومبالاج راه قريب ليه بزاف. الثمن ديال هادو 120 درهم. الناس اللي كانوا كيسولوا على أميرة العرب ويارا، أميرة العرب ان شاء الله غادي تدخل هاد اليومين هادو. وبالنسبه ليارا حاليا راها متوفره في المحل كيف ما كتشوفوا 170 درهم، ما كاينه لا 200 لا 250 لا 180، حاليا تخفيض عند قناه ملكه فلوغ 170 درهم. اللي بغات تجي المحل تجي مرحبا، 100000 مرحبا. وهو عطر ما فيش بتاتا الريحه ديال العود، من الشركه ديال لطافه كيف ما كتشوفوها، هانتوما ها العلامه الشركه، العلامه المائيه. هو عطر قريب شي شويه العطر ديال بوازون، راه ديجا معروف، غنخلي لكم صورتو هنايا في الجنب، من الشركه ديال لطافه. لومبالاج كيجي على هذا الشكل هذا، وبالنسبه للميل فيها 100 ميل، وكاينه حتى ديال الشعر ديالها. البنات اللي باغيين عطر ديال الشعر حتى هو راه متوفر، ها هي الريحه ديال الشعر ديالها 100 درهم. بغيتيهم بزوج غيطيحوا عليك 270 درهم، بغيتي العطر بوحديته 170 درهم، عطر ديال الشعر 100 درهم. ندوزو للقسمات، الناس اللي كانوا كيسولوا على عطر ديال القسمات راه متوفره في المحل، راكم عارفينها، راه حاليا راه زايده في الثمن عند محل ديال عطور الريم 150 درهم. ها هي راه متوفره قسمات، كاينه قسمه موسكو وكاينه هذه ديال نسا 150 درهم يا سير ها هي كيفاش كتجي، هذه ديال الرجال ريحتها غزاله وصيفيه، ما فيهاش بتاتا الريحه ديال العود. بالنسبه للميل فيها 100 ميل، وانتم ملي كتكوموندوها ها كيفاش كتجيكم، ديجا راني استفتها وكل شيء. ها هي البنات، ها هي الدراري 150 درهم. اما بالنسبه ديال النساء ها هي كيف ما كتشوفوا لومبالاج ديالها، ومن الداخل ها كيفاش كتجي، كتجي شي شويه قاسحه، ديال الدراري خفيفه وديال النساء شويه قاسحه. الثمن 150 درهم باش تكونوا عارفين. وبالنسبه للبنات العطر البديل ديال العطر اولمبيا اللي هو اوليفيا، حتى هو راه متوفر في المحل من شركه ديال ميزو الهمبرا، العلامه المائيه، فيه 80 ميل البنات، والثمن ديالو 110 دراهم البنات، اي 110 دراهم. ها هي عطر، حتى هو عطر صيفي وريحته خفيفه، 110 دراهم. ها لومبالاج ديالها فيها 80 ميل. بالنسبه لسيليستيا، عطر للناس اللي كيحماقوا على توابل، ريحه ديال التوابل في العطر شويه قاسحه، ما قاسحش بزاف، شويه كتشمي فيه ريحه ديال الفليو مع ريحه ديال التوابل، كاين هذا، ها هو حتى هو 110 دراهم الدراري. ها هو من شركه ديال فرانغرونس وورد، العلامه المائيه، فيه بالنسبه للميل فيه 80 ميل، الثمن ديالو 110 دراهم. اللي بغاه مرحبا و100 الف مرحبا. ومن الداخل لومبالاج ديالو ها كيفاش داير، ها لومبالاج ديالو، يلا حليت الواحد الكليانه كتجي في الجلد هنايا بحال شكل النحاسه. الثمن ديالو 110 دراهم. ندوزو لحاجه وحده اخرى، واختي راه اختي ديري لايك شوفي اختي الاثمنه كي دايرين، ما تلقايهم في حتى شي بلاصه، نتحداك تلقاي هاد الاثمنه في شي بلاصه. واختي ديري لايك، ديري لايك، ديري لايك، نكملوا الفيديو بعدا. كاين الناس اللي وصاو على باريز
وصاو على غاليتي وصاو على عجيب. راه ديجا قلت لكم السلعه ما شاء الله جبتها ديك المره عرضتها عليكم ما شاء الله داك نفس النهار تباعت السلعه، وقلت لكم ان شاء الله من هنا واحد يومين غادي تدخل، وها هما دخلوا يا اختي، ها هما دخلوا بثلاثه الثلاثي هادو راه هما دخلوا. بغيتي تاخدي وحده، بغيتي تاخدي زوج، بغيتي تاخديهم، اغلبيه البنات خداو ثلاثه. المهم 150 درهم انا كل وحده غادي نشاركها معكم مفتوحه بوحديتها. عطر حلو شي شويه، الناس اللي كيحماقوا على اميره العرب تيحماقوا على عطر ثريا، هذا حتى هو في دوك الدرجات ديال الريحه كتشموه حلو شي شويه من شركه ديال ارض الزعفران. كيف ما كنت قلت لكم ان شاء الله راه غير كيوصل رمضان كيبداو العطور كيدخلوا، كيبدا الجديد كيدخل، وبالخصوص ارض الزعفران وارض ولطافه ومهم شركة فراغرونس وورد ديجا كتبت لكم راه ما شاء الله كاينه واحد المنافسه مع بعضياتهم، وهذا الشيء اللي بدا دابا تيبان حاليا. ارض الزعفران حطات احسن ما عندها في الباكاجين كيف ما كتشوفوا، والعطر غزال البنات، العطر غزال رائع باريز، عطر اسم على مسمى، عطر اللي هو رائع بالنسبه للنساء. وكاين الدراري اللي سولوني واش مالكه واش هاد العطور اللي نساء والرجال، لا النساء فقط، بالنسبه لباريس عطر نسائي 100%، وبالنسبه للميل فهو فيه 100 ميل والثمن ديالو 150 درهم من الشركه ديال ارض الزعفران. ندوزو لحاجه واحده اخرى، كاين عطر غاليتي كيف ما كتشوفوا ها لومبالاج ديالو من شركه ديال ارض الزعفران، العلامه المائيه حتى هو فيه 100 ميل. هذا الناس اللي كيحماقوا على العطور ديال غوتشي عطور نيش، هذا طبق الاصل كتحسي بداك العطر ماشي كاع ديال ارض الزعفران، عطر فرنسي ديال غوتشي من العطور نيش، عطر اللي غزال كتشمي فيه بازا، فيه ريحه ديال الورد، والثمن ديالو 150 درهم حتى هو، وغادي نفتحو معكم وغادي تشوفوه من الداخل كي داير. كيف ما كتشوفوا غير لومبالاج ديالو راه غادي تعرفوا بانه عطر صيفي بامتياز. ها لومبالاج ديالو، وحتى لومبالاج تقريبا راه بحال العطر ديال غوتشي كيف ما كتشوفوا، الثمن ديالو 150 درهم حاليا، راه متوفر بكميه اللي هي مزيان. وبالنسبه للعجيب الناس اللي كيحماقوا على العطور البودري، عجيب عطر بودري ورائع حتى هو، وبالنسبه حتى هو الشركه ديال ارض الزعفران العلامه المائيه. شوفوا لومبالاج كيفاش داير، خادمين على لومبالاج، خادمين على العطر، رائع بزاف. الثمن ديالو حتى هو 150 درهم البنات حاليا، 150 درهم. هذا راه غادي يولي يبان لكم دابا في لي سيت، غيولي يبان لكم عند كل شيء، ما كاين غير اثمنه تلقاوه فوق من 400 درهم بالخصوص في الانستغرام. ها هو عطر عجيب كيف ما كتشوفوا، ها لومبالاج ديالو، الغطاء ديالو كيجي فيه داك بحال شكل الجوهره في الراس، لومبالاج خطير، والريحه الناس اللي كيعشقوا روائح العطور اللي تيكونوا بودري نصحكم بعطر عجيب، ريحته عجيبه اسم على مسمى البنات. ندوزو لحاجه واحده اخرى بعدا، ندوزو بعدا للدراري باش ما يتخلقوش علينا. الدراري اللي وصاو على عطر ديال فيكتوريوس او فيكتوريوسو، ها هو راه متوفر حاليا بثمن جد مناسب، ديجا كان 150 درهم حاليا 130 درهم، فيه 100 ميل كيف ما كتشوفوا، العلامه ديال شركه ميزول هامبرا، العلامه المائيه، فيه 100 ميل حاليا راه متوفر، وغادي نفتحو معكم باش تشوفوا عن قرب. الدراري اللي سولوني على عطر ديال ديور هوم سبور راه ما بقاش عندي في المحل، تباع كله ان شاء الله غير غادي يدخل، راه غادي نلونسيه لكم فيديو، كونوا هانين. كيف ما كتشوفوا كاين هذا الشكل، وكاين حتى الخفيف ديالو، الخفيفه ديالته حتى هي كاينه محطوطه مع سلعه واحده اخرى. المهم راه يعني راكم عارفين العطور كثار، اللي ما قديش نحطها في هذا الفيديو، الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم بالنسبه للعطر 130 درهم في العوض ديال 150 درهم، اييه حاليا راه متوفر بكميه اللي هي غزاله، وما فيش بتل ريحه ديال العود، وريحته رائعه، ريحته غزاله بزاف. ندوزو لحاجه وحده اخرى، الناس اللي كانوا كيسولوا على عطر ديال ثريا او ثريا، راه موجود حاليا في المحل من شركه ديال لطافه العلامه المائيه، عطر اللي كان بالثمن بحالو بحال اميره العرب، حتى في العطر قريب شي شويه ليه في لومبالاج تقريبا، انا غادي نشاركو معكم باش تشوفوه. بالنسبه للبنات العطر ديال ثريا كيجي في لومبالاج على هذا الشكل، هذا كان الثمن ديالو 150 درهم في التخفيض، حاليا نزل ل 130 درهم، اييه 130 درهم اللي بغاتو مرحبا، 100 الف مرحبا. ندوزو لحاجه واحده اخرى، بالنسبه لهذا
ثريا راه ما فيش بتاتا ريحه ديال العود، وعطر اللي حلو شي شويه وعطر اللي غزال من الشركه ديال لطافة. وبالنسبه للميل فهو فيه 100 ميل البنات. ندوزوا لحاجه واحده اخرى، الناس اللي كانوا كيسولوا على ناريسا بودري، ها هي راها دخلات. وناريسا الحمراء ديجا راها كاينه، ناريسا بودري حتى هي من العطور اللي غزالين، بودري ريحه خفيفه، ريحه مقبوله عند اغلبيه ديال البنات. فيه حتى هو 100 ميل من شركه ديال ميزو الهمبرال، العلامه المائيه كيف ما تنقول لكم ديما، عطر اللي غزال. وديجا عندي واحد مفتوح ها هو، وغادي نشارك معكم حيت كنت جبتو هذا اللي كان بقى فقط. انا غادي نشارك معكم باش تشوفوا لومبالاج ديالو ها كيفاش كيجي. واي عطر شاركت معكم غنخليكم بديل ديالو هنايا في الجنب. حاليا كانت 130 في التخفيض، حاليا 120 درهم. ناريسا بودري 120 درهم. ندوزو لحاجه واحده اخرى البنات، لانتخيد ولانطونس، الناس اللي كانوا كيسولوا عليهم متوفرين حاليا بزوج بهم في المحل، ايه بزوج بهم 115 درهم. بغيتي اختي لانطونس ها هي 115 درهم، بغيتي البديله ديال لانتيردي 115 درهم من الشركه ديال ميزو الهمبرا كيف ما كتشوفوا، العلامه المائيه فيها 100 ميل. وحتى هذه كذلك من شركه ديال ميزون الهمبرا، العلامه المائيه 100 ميل، الثمن 115 درهم. غنخليكم بدائل ديالهم، وديجا فتحتهم معكم شحال من مره حيت البنات كانوا كيسولوا عليهم. داكشي علاش قلت والو غادي نشارككم معكم باش تعرفوا شنو اللي كاين حاليا في المحل. عنبر ليتر الدراري اللي كانوا كيسولوا عليها هي راه يلاه دخلت للمحل من شركه ديال ميزون الهمبرا. هذه لقينا على واحد الاقبال ما شاء الله اللي غزال، الدراري حماقوا عليها، وبزاف اللي شافوا الفيديو اللي قبل من هذا ديال العطور وقالوا يا ملكه علاش ما حطيتيش لينا توسكانو. والله القسم الا كنتلف انايا كنبقى نستفقد دابا السلعه كنقول ضروري ندير لكم فيديو دغيا. كنت حطيت لكم بدائل ديال توم فورد كلهم، طوباغوتوش هذيك ما بقاش ديجا تبعت كلها، لوفلي شيري موجوده، بريتش بيش ديجا باقه، روزبيتال كاينه، بورتونيرولي كاينه، هادو هما اللي باقيين. فابيلو انطونس هاي يلاه دخلت، انا غادي نشاركها معاكم. شوفوا راه قلت لكم انا كنسى، شوف دابا راه غير هضره جابده هضره، عاد فكرت بان فابيلو انطونس حتى هي راه دخلت. انا غادي نشاركها معكم حالا، والثمن ديال فابيلو انطونس حتى هي تخفيض 140 درهم. فابيلو انطونس 140 درهم. بلاتي نشوف شنو حطيتها، ها هي فابيلو انطونس، ها هي عاد لقيت هذه الفاتحه ديالتها هذه الخفيفه على هاي كيف ما كتشوفوا كاينه هذه 130، وهذه حتى هي كذلك 130 درهم. راه ما نعاودش لكم هنايا السلعه كيفاش محطوطه، انا راه عاد تستفاد شي هذا. فابيلو انطونس ها هي الدراري اللي جاو عليها المحل، وكاينين الناس اللي جاو عليها وما لقاوهاش، ها هي راه يلاه دخلات 140 درهم، فيها 80 ميل الدرار. وبالنسبه نحطها هنا باش تبقى عاقله عليها، بالنسبه للعنبر اللي درت هي من البدائل ديال توم فورد، فيها الجلد مع الريحه ديال العنبر، عطر اللي غزال بزاف. وبالنسبه للميل فهو فيه 100 ميل، والثمن ديالو 150 درهم، 150 درهم الاصلي بطبيعه الحال. شنو اللي بقى خاص، كنتمنى نكون ما نسيت حتى شي حاجه. اللي باقي ما دارش لايك دير لايك، واللي باقي ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد، وكونوا في الموعد. بالنسبه للسلعه باقي الجديد وباقي جاي الجديد، كنوعدكم باقي جاي الجديد. المهم كنقول لكم السلام عليكم، نعاود نذكركم بعنوان ديال المحل، المحل كيتواجد في مدينه سلا القريه حي البركه سيكسر 4 زنقه سيدي عبد الله بن حسين، رقم المحل 10 محل عطوري. اما بالنسبه للتوصيل الرقم ديال الهاتف غنخلي لكم اما هنا ولا هنايا لتحت. الواتساب راه فيه ديجا الواتساب، اللي بغات اي حاجه تواصل معايا، بغيتي لوكاليزاسيون نصيفط لك لوكاليزاسيون ديال المحل، بغيتي نصيفط لك السلعه مرحبا. راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن المغربيه من طنجه حتى للقويره، الثمن ديال التوصيل 40 درهم، والخلاص قبل التوصيل، والكونتيتي اللي بغيتي. الناس اللي كيسولوا واش كتبيع بالجمله، الدراري بالخصوص الدراري بزاف كيدخلوا عندي بالك واش كتبيعي بالجمله واش كتبيعي بالجمله. انا ما كنبيعش بالجمله، الثمن اللي في الفيديو هو باش غادي تقدى كي خديتي حبه كي خديتي 10. يلا بالسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.